الناس كلها الآن تقول أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا خلاص ورجعت وأنا مقبل على رب العالمين، لكن السؤال لو مات الإنسان الآن بهذه اللحظة هل هناك تبعات عليه ولا ما عنده تبعات؟ شوفوا شنو أقصد. جهازك هذا اللي في جيبك، النقالة اللي عندك، هذا الجهاز الحين بس، اترك البقية، هل فيه شيء مما حرم الله؟ في صورة؟ في إيميل الله ما يرضى فيه؟ في بعض الرسائل التي لا ترضي رب العالمين؟ في أرقام تليفونات تذكرك بالمعصية؟ إذا كنت شاب حاط لك أرقام تليفونات فتيات، أو إذا كنت بنية حاط أرقام شباب. لا تقول أنا ما راح اتصل، حتى لو ما تتصل بس أنت تركك لهذا الأمر في التليفون دليل على عدم الصدق في التوبة، إن يمكن يوم من الأيام محتاجها، معناته ما أنت صادق في توبتك أصلا. طيب شنو الحل؟ الحين وأنت تسمعني فتش في تليفونك وامسح، امسح الأرقام، امسح الرسائل، الإيميل كل ألغيه، ألغي هذا الحساب اللي حاطه في الفيسبوك اللي للأسف حاط فيه بعض الأغاني أو بعض الأمور الجنسية أو حاط بعض الأشياء الخليعة. أخي الحبيب، تدري لو أن الإنسان قبض الله روحه هذا ما يوقف، هذا يستمر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.